جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. كسوة الكعبة. الكسوة الشريفة من أهم مظاهر التبجيل والتشريف لبيت الله الحرام. لكسوة الكعبة قصة يرتبط تاريخها بتاريخ الكعبة نفسها، فقد كان العرب يتسابقون لنيل هذا الشرف فيكسوها ميسور العرب وملوكهم وعامتهم بكل ما تيسر، إلى أن جاء الإسلام فتحمل الخلفاء هذه الكسوة وتباروا في تصميمها وإتقان صناعتها وجودة موادها كي تليق بمكانة الكعبة وعظمتها في أفئدة المسلمين. طوال الشهور الماضية عكف عشرات السعوديين في مصنع كسوة الكعبة المشرفة الواقع في منطقة أم الجود بمكة على صناعة كسوة الكعبة الموشاة بآيات قرآنية مكتوبة بخيوط من الذهب والفضة في مصنع مخصص فقط لهذا الغرض. تمر كسوة الكعبة في صناعتها بعدة مراحل، من تنظيف الحرير من المواد الحافظة ثم صباغة الحرير الخام المستورد على هيئة شلل باللون الأسود للكسوة الخارجية وباللون الأخضر للكسوة الداخلية، ثم تأتي مرحلة الطباعة والتطريز التي يعمل فيها 69 عاملاً يطرزون الخطوط المطبوعة على الحرير بقطن بارز، ثم يغلفون القطن بخيوط الذهب بصبر وأنات حتى يخرج حزام الكعبة مزينا بآيات وأسماء لم تتغير منذ عهود طويلة. قبل تثبيت الكسوة تغسل الكعبة المشرفة مرتين سنويا في شهري شعبان وذي الحجة، ويستخدم لغسلها ماء زمزم ودهن العود وماء الورد، ثم تعطر بدهن العود الثمين الذي تستمر رائحته فواحة طوال العام. وبعد انتهاء عملية الغسل ترفع الستارة على البناء في احتفال كبير، وهكذا تبرز الكعبة فجر كل عيد أضحى لتستقبل الحجاج يوم الحج الأكبر كأنها حور عين بكامل زينتها.